هذول يا مولانا بني النظير على رأسهم رئيس اسمه كعب بن الأشرف. إجاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر اليهود، أنتوا هذا القرآن أفضل، هاي التوراة عندكم، أنتوا شايفين اسمي بالتوراة، اسمي، صفاتي، تاريخي، سلوكي، نشأتي، كلها تعرفوها. إن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني يعرفون رسول الله كما يعرفون أبناءه. وتدرون أنا النبي الذي أخبر التوراة عني، علماءكم، أحباركم، علماء بني إسرائيل أخبروكم بأنه في آخر الزمان رح يجي آخر الأنبياء، خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وموسى نبيكم موسى أمركم أن تتبعوني، وعيسى أمركم أن تتبعوني. تعالوا تعالوا ادخلوا في الإسلام، حالكم حال المسلمين، أنتوا تصبحون إخواننا، نحن إخوانكم، الله سبحانه وتعالى ينصركم بالدنيا، يغفر لكم بالآخرة، يدخلكم الجنة. قالوا: لا، هذا النبي اللي أخبر التوراة مو أنت، بعد ما جاي، هذاك من بني إسرائيل مو من العرب، يعني العرب ما نعتبرهم، بنو إسرائيل بس. فأخبرهم: لا، أن رسول الله، أن موسى، أن عيسى أخبر أن هذا النبي آخر الزمان من ولد إسماعيل، إسماعيل جد العرب. هذول أخذتهم العصبية، مسألة العصبية. الآن عبالك ماكو عصبية؟ اليهود عندهم عصبية، والنصارى عندهم عصبية، وبالإسلام أكو عصبية أشد من اليهود والنصارى. نعم، إلى أن انتصر المسلمون في معركة بدر. إجاهم رسول الله، لأنهم قالوا: إحنا رح نصبر، لأن نبينا أخبرنا أن هذا النبي سوف ينتصر في كل حروبه. لما انتصر في معركة بدر، بينما نصر المسلمين في معركة بدر كان نصراً بارزاً عجيباً معجزة، لأن الله يقول: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. عدد المسلمين 313، كل أسلحتهم 8 سيوف، بينما عدد الكفار من 900 إلى 1000، وكلهم مسلحين. مع ذلك المسلمين الأقلين عدداً وعدداً الله نصر. فإجا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني إسرائيل، خشفتوني، الله نصرني كما أخبركم موسى وكما أخبر عيسى، تعالوا تعالوا. قالوا: لا، هذول اللي أنت اتصلت عليهم هذول الجماعة بدو جهال، لا يعرفون حرب، إذا يعجبك تحارب تعال، إحنا رجال الحرب. شوف الصلافة الوقاحة إلى أي درجة.